بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نرحب فيكم في المحاضرة الثالثة من محاضرات مساق تجسيد ثلاث الأبعاد. في المحاضرة السابقة تعرفنا على البرودكشن أو الكمبيوتر جرافيك برودكشن ورك فلو، حكينا فيه وإيش المراحل اللي إحنا بنمر فيها لما بنيجي نشتغل أي 3D project. وطبعا الورك فلو اللي حكينا فيها او الستبس اللي بنمر فيها هي اللي بنمر فيها باي مالتي ميديا بروجكت. حكينا كمان عن خصوصيه ال 3D اللي هو بيبلش دائما من موضوع لما نيجي نعمل سكتشنج، بعدين ال 3D نفسه بيبلش من الموديلنج، تكستشرنج، انيميشن، لايتنج اند ريندرنج. تمام، ان شاء الله تعالى في المحاضره هذه راح نحكي عن الموديلينج تكنيكس. ايش التكنيكس اللي احنا بنشتغل فيها موديلينج؟ حنحكي عنهم بشكل يعني بشكل سريع في البدايه، ايش الانواع اللي موجوده، وراح نبلش في اول واحد البوكس موديلينج، راح نحكي فيه بشويه تفصيل، ونروح لانواع الاوبجكتس اللي موجوده في برنامج البلندر واللي احنا ممكن نبلش منها اي عمليه موديلينج. أساس إن شاء الله تعالى في المحاضرة القادمة نبدأ نأخذ أول مثال، وهذه الطريقة اللي راح نمشي عليها إن شاء الله لنهاية الفصل، نأخذ مثال عملي ونشرح التولز ونشرح الكوماندز اللي إحنا استخدمناها في تطبيقنا لهذا المثال بشكل كامل. فهذه الطريقة اللي راح نمشي عليها إن شاء الله. محاضرة اليوم حتكون تقريبا يعني نهاية الأجزاء النظرية اللي في مقدمة المساء. في نهاية المحاضرة الماضية حكينا انه في عندي حاجة بنسميها موديلينج تكنيكس. اول شغلة في عندنا البوكس او السب ديفيجن موديلينج، عندي الايدج او الكونتور موديلينج، عندي النيرفز او الاس بي لاين موديلينج، عندي الديجيتال سكالبتنج وبروسيجرال موديلينج، ايمج بيزد موديلينج و 3 دي سكاننج. لما بدي اجي احكي موديلينج تكنيكس، يعني انا لما بدي اجي اعمل موديل، وتمام احنا عرفنا المحاضرة الماضية ايش يعني موديل، لما بدي اجي اعمل موديل من وين بدي ابدا؟ هل بدي ابدا من مكعب؟ بدي ابدا من مثلا كره؟ بدي ابدا من سلندر اسطوانه؟ ولا بدي ابدا من خطوط؟ ولا ابدا من حواف من ايدجز؟ ولا بدي ابدا مثلا اشتغل بايدي نحت؟ هذه هي الموديلنج تكنيكس اللي احنا بنحكي فيها. لو انا بدي اجي اعمل طياره زي هذه مثلا بسيطه، هذه بتبدا دائما من بوكس. زي المثال اللي عملتوه اللي هو مثال الكرسي او الشاشه او الطاوله، هذول كلهم انتم بلشتوا من بوكس، بوكس موديلنج بنسميه. وبالمناسبه بوكس موديلنج ما بتعني لي انه انا لازم اجيب بوكس، ممكن اجيب كيوب، ممكن اجيب اللي هو سفير كره، ممكن اجيب سلندر، ممكن اجيب كون مخروط وابدا منه. المهم انه انا بدي ابدا من عنصر موجود، من اوبجكت موجود وجاهز، او من مش موجود وجاهز وابلش منه. هذا اللي حنفصل فيه ان شاء الله تعالى في محاضره اليوم. الباقي حنمر عليهم اول باول، كل ما نخلص واحد حنبدا في واحد ثاني وناخذ عليه امثله عمليه ونشرح الكوماندز الخاصه فيه. فبالتالي نحكي من اول عن اول واحد، بوكس او سب ديفيجن موديلنج. بوكس موديلنج از ا بوليجونال موديلنج تكنيك ان ويتش ذا ارتست ستارت وذ ا جيومتريك بريميتيفز. وهذه النقطة اللي احنا لازم نركز عليها دائما، كيوب، سفير، سلندر، and then refines its shape until the desired appearance is achieved. يعني هنا بيحكي لي انه الشخص اللي بده يعمل بوكس موديلنج بيبلش من جيومتريك بريميتيف، ببلش دائما من حاجة بنسميها مش في البرنامج، مش سواء كان كيوب، سفير، سلندر او اي اوبجكت او اي مش موجود في البرنامج. بعدين بيبدا يعدل عليه، ريفاين اتس شيب، يعدل على شكله لما يوصل للشكل المطلوب. الكرسي لما بلشته من كيوب وبديتوا تقسموا فيه وتعملوا بعض العمليات عليه بحيث انه تعملوا له الرجلين، تعملوا له الظهر، تعملوا له الايدين وتعدلوا فيهم. هذا بوكس موديلنج، عملنا له سب ديفيجنز، تمام، انه قسمناه، هذا بوكس عملنا له سب ديفيجن قسمناه وبلشنا نغير في شكله لما وصلنا للنتيجه اللي بدنا اياها. بوكس موديلرز اوفن وركس ان ستيجز، يعني الاشخاص اللي بيعملوا موديلنج باستخدام البوكس موديلنج بيمروا بعدد من المراحل. تمام،
أول شغلة بيحكي لي إنه هو أنا بدي starting with a low resolution، مش يعني أنا ببدأ دائما بالresolution منخفض وبعدين ببدأ أعمل refining للشيء. إيش يعني؟ يعني لو أنا مثلا بدي أعمل، نفترض جسم إنسان، جسم الإنسان ما ببدأ أعمله بكامل نعومته بكامل تفاصيله من أول لحظة، لا إحنا بنبدأ فيه بنحكي يعني بيكون شوية مضلع، تمام، وشوية شوية احنا بنبدأ نعمل ريفايننج لهذا الشيب ونعمل سب ديفيجن او سب ديفايدنج. السب ديفايدنج بيعمل نعومة في هذا الشكل لما اوصل للديتيلز او للتفاصيل اللي انا بدي اياها في النهاية. نشوف الصورة التالية اللي يعني او اللي بتبين ايش انا بقصد بالضبط في موضوع اللي هو الستيجز او الستيبس اللي انا بمر فيهم لما اعمل بوكس موديل. نشوف هنا مثلا لو بنيجي نعمل المونستر هذا او الوحش نسميه، اول خطوات احنا بنقوم بعملها اللي هو البوكس موديلنج، انه انا باجي لو بولي يعني تقسيمات قليله حواف بتكون حاده بالشكل هذا، باجي بحط البوكسات برتبها فوق بعض وبعدل عليها لما اوصل للشكل الهيكل العام. بعد هيك ببدا انعم اكثر، احط تقسيمات اكثر لما اوصل للنتيجه هذه، تمام، باضيف كمان في مرحله ثالثه فيها التفاصيل اكثر عشان اوصل للمرحله اللي هنا. فانا هذا ما ببدا فيه مباشره بهذا الشكل وبهذه التفاصيل، لا انا ببدا فيه هنا، تمام، زي ما انتم شايفين حواف حاده تقسيمات قليله، كل ما زودنا التقسيمات بتزيد النعومه وبتزيد التفاصيل اكثر لكن بتزيد العبء على البرنامج وعلى الجهاز، بعدين بنوصل للنتيجه اللي موجوده عندنا هنا. فهذا بينعمل بالبوكس موديلنج، وطبعا في النهايه في حاجه من يعني حنستخدم فيها السكالبتنج بنسميه او النحت، تمام، لبعض التفاصيل البارزه زي العضلات زي منطقه البطن والصدر زي تجاعيد الوجه هذه، لكن الايد والرجلين والجسم نفسه كله بيكون بوكس موديلنج، تمام. طيب the process of subdivision and refining is repeated until the mesh contains enough polygonal detail to properly convey the intended concept. يعني هنا بحكي لي زي ما شفنا في الصورة انه انا ببدأ البروسيس من خلال ان انا اعمل سب ديفيجن المطلوب او التقسيمات المطلوبة. وهنا انا بأكد على نقطة انه انا ما بقدر اعمل موديلينج بدون تقسيمات، ما بقدر انا اجيب بوكس وابدأ انا بدي اعمل منه مثلا رجلين وايدين واعمل منه رأس الا من خلال التقسيمات. فهذا البوكس لما قسمناه قدرنا نعمل حافة الوجه، تمام، قسمناه اكثر قدرنا نعمل اللي هو الانحناء اللي موجود في الرأس وعلى الجوانب، قسمناه اكثر عملنا نعومة، فبنقسم اكثر 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 لما نوصل للتفاصيل اللي بدنا اياها. فبالنهاية بيكون تقسيمات اكثر تفاصيل اكثر ونعومة أكثر في الجسم اللي موجود عندي. هاي هذه الصورة، وأيضا صورة الطائرة اللي موجودة هنا نفس الفكرة من البوكس موديلينج، بقسم لما أوصل لهذه النتيجة. طيب وإحنا بنشتغل في البوكس موديلينج في عندي أشياء أنا لازم أعرفها، تمام، في البرنامج بشكل عملي. لما أجي أنا مثلا أحط كيوب أو أحط نفترض زي ما قلنا كون سلندر أيا كان، ناخذ مثال لكيوب. الكيوب في عندي ثلاث شغلات، تمام، في عندي حاجه بنسميها الفيس، كمان مره هذا الكلام بينطبق على كل المشز او كل الاوبجكتس اللي موجوده في البرنامج. عندي اول شغله بنسميها الفيس. الفيس زي ما تشوفين هو عباره عن وجه من الوجوه تبعت العنصر تبعت المش اللي انا ضايفه. المش هذا في له فيس، الفيس بيكون محصور بايدجز ايدج الحواف، وبيكون في له كل تقاطع عدد من الايدجز بيعطيني بنسميه كورنر او فيرتكس، في البرنامج بنسميه فيرتكس، ومنه دائما او من هذه النقاط دائما انا ببدا عمليه الموديلنج. فيس، افيس از اني فلات سيرفيس، يعني الفلات شغله مسطحه هذا بنسميه فيس. ايدج، ان ايدج از ذا لاين سيجمنت وير تو فيسز ميت، يعني هنا وين عندي تو فيسز، هاي فيس وهاي فيس الثاني ميت بيتقابلوا او بيلتقيوا مع بعض بيكونوا لي ايدج. الفيرتكس از ا بوينت وير سيفرال بلانز ميت ان ا بوينت، يعني هنا اكثر من فيس التقوا مع بعض في مكان واحد هذا بنسميه فيرتكس.
واي اوبجكت اي 3 دي اوبجكت دائما لما احنا نيجي نرسمه بيتم تعريفه بالعناصر هذه، يعني الكون اللي هو المخروط، وضروري جدا نعرف المصطلحات هذه. الكون اللي هو المخروط بيتعرف بتو فيسز، الفيس الاول هو المثلث الموجود في الاعلى. طبعا هذا المثلث لما احنا نفرده، لو كنت انا مثلا بدي اعمل المثلث بورق، هعمل او اعمل الكون بورق، هعمل الدائره اللي هي القاعده، هاي الفيس الاول، وراح اعمل المثلث الكبير اللي بيكون فوق، هذا الفيس الثاني. وعمليه انه انا اتخيل انه انا اعمله بالورق، هذا حنمر عليه برضه في هذا البرنامج، من شغله بنسميها الفرد عشان الون واحط الخامه، تمام؟ الخامه، اللون، التفاصيل اللي على الاوبجكت. فعندي الكون، في عندي بشكله الاساسي قبل ما اقسمه في تو فيسز وان ايدج. وين الوان ايدج؟ اللي هو الدائره اللي تحت. طيب وفوق في ايدج؟ لا، فيش ايدجز، فوق كله عباره عن وجه واحد، فيس واحد، حنشوفه هالوقت على البرنامج. وان فيرتكس اللي هي النقطه اللي فوق، هذه النقطه، تمام؟ طيب السفير، السفير اللي هي الكره، الكره كلها عباره عن وان فيس وان ايدج وما فيها اي فيرتكس. اللي هو التترا هيدرون اللي بنسميه المنشور الثلاثي، لاحظوا في عندي أربعة فيسز وستة إدجز، وفي عندي أربعة فيرتكس، واحد اثنين ثلاثة أربعة. وبهذه الطريقة إحنا ممكن نكمل باقي العناصر، الكيوبيد اللي بنيجي نحكي عنه، البوكس أو المتوازي المستطيلات مع بعض اللي هو المربع أو المجسم الرباعي، السلندر اللي هي الأسطوانة، تمام؟ هذا الكيوب، هو ما في كيوبيد في البلندر، كله عبارة عن كيوب وأنا بطلع منه بكيوبايد. في عند تريانجولر بريسم المنشور الثلاثي المنتظم، وفي عندي سكوير بيزد بيراميد اللي هو الهرم اللي بقاعدة رباعية أو قاعدة مربعة. وطبعا في أشياء كتير غيرهم احنا حتمر علينا إن شاء الله تعالى في البرنامج. ننتقل للبرنامج، بس نأكد على المفاهيم اللي حكيناها، المفاهيم الثلاثة فيس، ايدج، كورنر، ونشوف ايش العناصر اللي موجودة في البرنامج. هنا واجهة البلندر، لو انا بدي اضيف اي اوبجكت، طبعا هذا الكلام راح نشرح ان شاء الله في المحاضرات القادمة، راح اضغط شيفت اي واضيف عندي مش. لما اضغط شيفت اي هي كل العناصر اللي بتكون متوفرة وممكن اضافتها في البرنامج، حضغط مش. في عندي كمان هنا اد، نفس الخيارات اذا انا ما بدي استخدم اللي هو الاختصارات، ماشي؟ ففي عندي اد مش، بدي اخذ هاي، في عندي كيوب، كيوب. لاحظوا هذا الكيوب لو اجيت هنا على حاجه بنسميها واير فريم عشان اشوف انا الخطوط اللي متكون منها هذا الكيوب، هيو انا ضاغط طبعا على السكرول العجله تبعت الماوس نفسها، وايش بعمل؟ بتحرك عشان اشوف من كل الجهات، تمام؟ هاي الكيوب، هنا في السوليد بنسميه الكيوب هذا مع الاوجه تاعته. فوق في عندي حاجه بنسميها اوبجكت مود، بدي انتقل انا للايديت مود، الايديت اللي هو بعدل فيه الاوبجكت، برسم فيه، بضيف اشياء وبروح بعدلها من الايديت مود، واختصارها على الكيبورد زر التاب، يعني انا بتنقل بين الاوبجكت والايديت بالتاب. الاوبجكت مود ما بقدر اعدل فيه، فقط بقدر انا انقل عنصر من مكان لمكان، تمام؟ اعمل للعنصر روتيشن، الف العنصر، تمام؟ اعمل للعنصر سكيل، اكبر واصغر العنصر باي اتجاه انا بدي اياه، وهذا الكلام ان شاء الله تعالى راح نفصل فيه في المحاضرات القادمه. الان بدي انتقل بالتاب للايديت مود. هنا الايديت مود هي اللي بتبين لي انه في عندي ثلاث عناصر، وهذه العناصر اللي انا بدي اياها، في عندي الفيرتكس سيلكت، وفي عندي الايدج سيلكت، وفي عندي الفيس سيلكت. وقلت لو انا رحت مثلا ماسك الفيس، ضغطت على الفيس وضغطت الضغطه هنا، هو حدد لي فيس واحد بس فيس واحد. طيب ايش ممكن اعمل انا بهذا الفيس؟ ايش ممكن اعمل فيه؟ ممكن اعمل له موف. ولاحظ الموف ايش اعطاني النتيجه، انه كبر لي اياه او مد لي اياه. ممكن اعمل له سكيل لهذا الفيس باكثر من اتجاه، بغض النظر ايش العمليه اللي انا بدي اشتغل عليها، لكن انا بقدر امسك فيس بالشكل هذا. في عندي جنبها انه امسك ايدج،
وهي مثلا بدي اخذ هذا الايدج هيو ها مسكته وبدي اجي اعمل له موف، بلاحظ انه صار في عندي تعديل على الاوبجكت، بقدر اعمل له مثلا روتيشن ها للايدج. لاحظوا اللي بعمله بتطبق على الايدج وعلى كل الايدجز المرتبطه فيه بتتاثر. ممكن اعمل له كمان سكيل لهذا الايدج. فلاحظوا انا ايش يعني ايش الشغلات اللي انا تحكمت فيها من خلال الثلاث عناصر الاساسيه. في عندي كمان الفيرتكس اللي هي النقطه، والنقطه هذه لاحظوا النقطه لما بدي اعملها مثلا سكيل ما بتبينش او ما بتاثر، فيش النقطه ما بتاثرش عليها السكيل. طب الروتيشن ها انا هنا مش ملاحظ اي تاثير للروتيشن، لكن لو بدي اعمل موف لهذه النقطه بقدر اعملها موف، احركها من مكان لمكان باي اتجاه انا بدي اياه. بالتالي هاي الثلاث مكونات لاي مش موجود في البرنامج منها انا بقدر اتحكم وفي البرنامج واعمل عمليه الموديلنج اللي بدي اياها. مثلا هذا الفيس ممكن اضغط عليه، اضغط كنترول ار، كنترول ار اللي بيعمل لي تقسيم، تقسيم على اساس انا يعني يكون عندي اللي هو الموديلنج اسهل. بدي اعمل اكثر من وجه واكثر من فيرتكس، تمام؟ فكنترول ار عمل لي تقسيم، بضغط هنا بالمكان هذا مثلا، وبعدين كمان مره نفترض كنترول ار. طبعا اي شغله انا بعملها ببين لي مباشره خصائص لها. ممكن انا ازود عدد الكاتس من هنا او عدد النمبر اوف كاتس من هذا المكان، وبرضه هذه القائمه ان شاء الله تعالى راح نمر عليها. الهدف من الكلام انه انا في الاول لما ضفت الكيوب كان في بس اللي هو الفيسز السته، لكن لما انا عملت كات رحت احدد فيس، لاحظوا ايش صار يحدد لي، يحدد الفيس اللي في النص. طيب بدي اعمل كمان مره كنترول ار كات بشكل عرضي ها بشكل افقي وازودهم شويه، طب لاحظ انا انه ايش صرت احدد فيس صغيره، تمام؟ هاي الفكره في عمليه الموديلنج، انه انا بجيب البوكس ببدا اقطع فيه وببدا اعمل منه الفيسز. هذا الفيس لو انا رحت عملت له موف نلاحظ ايش اللي بيصير له موف، بيصير له موف الفيس اللي انا عملته، لكن لاحظوا اثر على غيره. في عندنا كمان خاصيه اكسترود استخدمتوها في المثال انه لا بيسحب فقط الفيس اللي موجود بدون ما ياثر على اللي حواليه. مش الهدف من الكلام اللي انا حكيته انه اعرف الادوات الان، لا، الهدف منه انه انا اعرف ايش يعني فيس، ايش يعني ايدج، وايش يعني فيرتكس في البرنامج، وايش فائده كل واحد فيهم في عمليه الموديلنج. نيجي الان لعمليه الموديلنج، موديلنج وذ بلندر، والاصدار اللي راح نستخدمه 2.9. The creation of 3D scene needs 4 components. دائما لما بدي اجي اشتغل 3D scene بدي اشتغل باربع components او اربع مكونات او عناصر. الموديل نفسه، الماتيريال، الخامه او اللون او الكلر والتكستشر اللي انا بدي احطها عليه، اللايت، الاضاءه، والكاميرا عشان انا اقدر اكمل المشهد. اول حاجه راح نحكي بالتفصيل طبعا عن موضوع الموديلنج، وطبعا الموديلنج عندنا راح نشتغل 3D، فمعناته 3 dimensional modeling. 3 dimensional means that there is في عندي length، length اللي هو بي يعني بيتم تمثيله بمحور الزد الطول. في عندي breadth اللي هي السعة أو العرض بيتمثل بالإكس، وفي عندي depth بيتمثل بالواي اللي هو العمق، تمام؟ والألوان مهمة جدا، الالوان مهمه في الموديلنج ومهمه في التحريك. بعد هيك دائما انا لما اشوف اي محور او اي حركه لونها ازرق معناته انا بتحرك باتجاه الزد، اي حركه لونها احمر باتجاه الاكس، واي حركه باللون الاخضر باتجاه الواي. كمان شغله مهمه جدا لما انا باجي بتحرك وبتحكم بالعناصر، في عندي بين الزد والاكس اخضر بس لونه اغمق من هذا، وفي عندي بين الزد والواي احمر لونه اغمق، وبين الواي والاكس ازرق لونه. فبالتالي لو انا حركت باتجاه الزد ما بيروح معي شمال ويمين، فقط بيطلع للاعلى. لو حركت بهذا بيروح معي فوق وكمان باتجاه الاكس، تمام؟ نروح على البرنامج نشوف هاي الثلاث جهات ونكمل. هاي هذا الاوبجكت، بدي اخذ اداه الموف، واختصار اداه الموف هو حرف الجي على الكيبورد، جي على الكيبورد. لاحظ انا لما اخذ الموف تتحرك معي بكل الجهات، ها
كل الجهات، بحرك الماوس أنا مش عارف وين راحت، لكن هذا الكلام غلط دائما في الـ3D. أنا بدي أحركها باتجاه أنا عارفه. ليش؟ لأنه أنا ممكن أجي هنا أقول أنا والله بعدتها هيك، بعدتها باتجاه الإكس، تطلع هي لا طالعة على فوق، مش مبعدة كتير باتجاه الإكس، تمام؟ فالآن لما أجي أعمل جي، ها لاحظوا كيف؟ أنا مش عارف هي بتطلع لفوق وبتمشي لجوا ولا بالشمال ولا فوق، هذا الكلام مش عارفه. عشان هيك احنا دائما لما نيجي نشتغل بنشتغل من خلال المحاور هذه. بمسك انا الزد، هي جي، وبمسك مين؟ الزد، بضغط على الكيبورد زد وبترك الزد. الان بس حرك لي باتجاه الزد، تمام. بضغط جي تحريك بدي باتجاه الاكس، هي حرك لي على محور، هيك حركتي بتكون منتظمه. طيب بدي اضغط على جي باتجاه الزد، انزلها شويه لتحت، وممكن اجي بين كل تنتين واتحكم هيك. عفوا انا بدي اخذ اداه الموف، اتحرك. الان انا بتحرك بس في محورين، محور الزد ومحور الاكس، ها هم اللي بيتحركوا معي. ليش؟ لانه اخذت المربع اللي بين التنتين. لو لفيت شويه بالسكرول تبع الماوس واخذت الاحمر، انا بتحرك بمحورين. طيب وايش بدي اكد لي متحرك بمحورين؟ اطلعوا هنا القيم اللي بتتغير. لو انا حركت باتجاه الزد فقط الزد اللي بتغير، هي فقط الزد. لو حركت باتجاه الواي فقط الواي، باتجاه الاكس فقط الاكس، باتجاه هذا قلنا هذا عبارة عن زد وواي، زد مع واي هم اللي بتحركوا. الان ما في عندي حركة باتجاه الاكس الاحمر، ها. طيب انا هيك بتحرك كيف؟ هذا مبين انه باتجاه الاكس، اه ماشي، لكن هو بيطلع للاعلى عشان هذا بعد ثالث، يعني بيعطيني تصور ان انا بتحرك في العمق. لا، عشان هيك احنا دائما لازم نعرف ايش اللي ماسكينه وباي اتجاه احنا بنتحرك. وحنتعرف ان شاء الله تعالى كيف احنا نشتغل من خلال الشغله بنسميها الفيو. هذا بشكل عام بالنسبه للبرنامج. الان بدنا نروح على حاجه بنسميها type of object، types of object in في البلندر. يعني انا بدي اجي اعمل موديلنج، ايش العناصر اللي انا ممكن اضيفها؟ وهي اللي لو ضغطنا شيفت اي بتبين عندي كل القائمه اللي موجوده هنا. اول نوع بنسميه المش. المش، مش از اكتف ان اوبجكت مود. يعني انا الان لما بدي اضيف مش، حكينا في عندي اثنين مود، في عندي في البرنامج في عندي الاوبجكت مود وفي عندي ايديت مود. الاوبجكت قلنا بنضيف فيه العنصر، والايديت بنعدل على العنصر، تمام. الان بقدر انا اضيف مش وانا في الاوبجكت مود، وبقدر انا اضيف مش وانا في الايديت مود، وحشوف الان ايش الفرق بينهم. وبقدر اضيف في السكالبت مود وفي الفيرتكس بينت وفي الويت بينت وفي التكستشر بينت، يعني في اي مود انا بشتغل فيه داخل البرنامج بقدر اضيف مش. مش از ا كومنلي يوزد اوبجكت ان كرييتنج سينز. يعني هي المش هذه هي العنصر الاكثر شيوعا في لما انا بدي اجي اعمل اي مشهد. طيب انا حعمل الان او اضيف المش، تمام. وبس اعرف عشان هذا الموضوع يعني له اهميه بالنسبه لكم في عمليه الموديلنج، اعرف ايش الفرق لما انا اضيفه في الاوبجكت مود مثلا وفي الايديت مود، ايش الفرق بين الحالتين. راح اجي هنا واعمل انا ديليت، وانا الان في اوبجكت مود، حضرت شيفت اي واد مش كيو، تمام. هي ما في اي مشكله. بدي اعمل كمان واحد شيفت اي اد مش كيوب، ضاف لي كمان كيوب بس فوق الاولاني في نفس المكان، ممكن انا اسحب. لو انا بدي اضيف مثلا في المكان هذا في عندي حاجه بنسميها 3D كيرسر، كيرسر بحطه هنا وباجي اعمل اد كيوب، هي بضيف لي اياه في العنصر هذا. لاحظوا الان انا ضفت الثلاثه، هل في بينهم علاقه؟ لا. طلعوا كيف بحرك واحد بحرك الثاني، ما في اي مشكله. لو حددت هذا الاوبجكت او هذا الاوبجكت ورحت على الايديت مود، تمام، وهنا عملت شيفت اي وعملت اد كيوب، اد كيوب، تمام، هي كيوب وهي كيوب، هينا عملت له اد. بدي ارجع الان للاوبجكت مود، بلاحظ انه هذا وهذا صار اوبجكت واحد، هذا وهذا مع بعض صار اوبجكت واحد. فبالتالي انا الان لما اكون في الاوبجكت مود واضيف
objects كل واحد بينضاف بشكل منفصل عن الثاني. لكن لو مسكت واحد فيهم وحولت على edit mode وكأني أنا بدي أعدل عليه بإضافة عنصر ثاني على نفس العنصر. هاي بدي أخذ مثلا أضيف كون، بدي أضيف الكون هذا فوق هنا تمام وهنا، هضفت الكون فوق. لما أخلص وأرجع الأوبجكت مود، لاحظوا لما أنا أحدده هذا أنا ضفته على هذا العنصر، خليني بس أرجع على الإيديت مود وأجيبه فوق هذا العنصر. فبالتالي الآن صار هذا وهذا وكأنهم عنصر واحد. لكن لو أنا ضفت الأوبجكت الكون وأنا محدد عنصر وضفت الكون وأنا في الأوبجكت مود تمام، ما بيتعامل معهم انهم كل واحد او انهم عنصر واحد، لا بيتعامل معهم كانهم عناصر منفصله. اما في الايديت مود بيدمجهم في بعض. طيب انا لما ارجع للايديت مود لاحظوا انا بحدد لي فيس لحالها. لو ضغطت على الكيبورد مثلا، انا حددت الكيوب اللي تحت وضغطت حرف ال بيحدد لي عناصر الاوبجكت الاول. طيب حددت فيس وضغطت ال حدد لي عناصر الاوبجكت الثاني عشان انا اقدر اتحكم فيه لحاله. اما كمان مره لو طلعت انا منه رحت على الاوبجكت مود هيعتبر لي اياهم عنصر واحد. فهذه الفكره لما انا اقول بينضاف في الاوبجكت مود وبينضاف في الايديت مود بينضاف في السكالب مود بينضاف في الفيرتكس بينت في الويت بينت، هاي المودز اللي انا بشتغل عليها دائما تمام. طيب كل هدول بنسميهم ميشز، انا ممكن ابدا فيهم. وهذا اول اوبجكت ممكن اضيفه داخل البرنامج. الاوبجكت الثاني بنسميه كيرف اند سيرفيس. كيرف اند سيرفيس ار اكتيف ان اوبجكت مود اند ايديت مود، يعني انا بقدر اضيفهم في الاوبجكت مود وفي الايديت مود. بوث ار اكسبريسد ان ماثيماتيكال فانكشن اند اف يو نو الستريتور اند فوتوشوب ويل ات وركس ان ذا سيم از باث ذي ار ديفايند باي كنترول بوينتس. يعني احنا لما حكينا عن الاوبجكت المش حكينا انه في عندي له فيسز وفي عندي له ايدجز وفي عندي له فيرتكس، لكن لما انا بدي اجي اضيف كيرف او سيرفيس هذا وكانه انا ضايف يعني شغله زي في الالستريتور، يعني مربع دائره، ما هي 3 دي اوبجكت تمام، هي بتكون 2 دي، يعني تتعرف من خلال نقاط، تتعرف او بيتم تعريفها من خلال نقاط وطبعا منحنيات. نشوف نحذف هدول بس ونيجي هنا شيفت A ونضيف كيرف مثلا سيركل، هيضاف لي سيركل تمام. هذه السيركل لو انا انتقلت للإيديت مود بلاحظ انه انا بقدر اتعامل معها وكأن انا رسمها بالبنتول زي ما انتم شايفين، فيها كيرفز وفيها فيها نقاط هنا، مش حلاقي اللي هو الايدج والفيرتكس والفيس اللي كانت موجوده في اللي هو المشز اللي انا ضفتهم قبل، لكن بقدر اتعامل معها زي ما حكينا كنقطه وكانه برسم انا بالبن تول في برنامج الالستريتور او برنامج الفوتوشوب. طيب في عندي كمان شغله بنسميها ميتا بول. ميتا بول is active in object mode and edit mode. التعامل معها زي ما تعاملنا مع المشز، انه انا لو ضفتها في الاوبجكت مود بتنضاف كعنصر مستقل، لو ضفتها في الايديت مود بتتم الحاقها بعنصر موجود. Metaballs are not defined by vertices تمام، ما بتتعرف بالvertices بالنقاط مش زي المش. And they are not defined by control points وما فيها control points زي الكيرف. طيب ها ايش هذا العنصر تمام. Meta objects are literally mathematical formulas that are calculated on the fly by Blender. ايش يعني هذا الكلام؟ هنا حنحكي في الميتا بول شغله الان، وطبعا حنرجع لها ان شاء الله تعالى في بعض الامثله، انه هي عباره عن يعني مجسمات بيتم حسابها بعمليات رياضيه بسيطه بتكون خفيفة جدا على جهاز الحاسوب، خفيفة جدا على البرنامج تمام. وفيها إشكالية أو مش إشكالية، ممكن نحكي
بدها حذر في التعامل، انه ما بقدرش انا اقسمها، ما بقدرش انا اعمل منها فيسز كتير، احدد الفش لها فيرتيسز وفش لها زي ما حكينا مشز، يعني اوبجكت وبس، يعني بضيفه زي ما هو شكله عاجبني باخده، مش عاجبني بدي اعمل اشي او اعدل عليه، مش حقدر اعدل عليه. شغله ثانيه، انه اذا انا ضفت واحد ورحت الثاني حطيته او ضفته قريب منه او ملاصق له، حيندمجوا الاثنين في بعض، تمام؟ فهو بيحكي لي بي كيرفول وذ ميتابول وين ذي جيت كلوز اور انتراكت وذ ايتش اذر ذي تند تو بليند اور ميرج. اذا قربوا على بعض بيصير لهم ميرجنج، تمام؟ بيندمجوا مع بعض. طيب كمان نوع من انواع الاوبجكتس في البرنامج اللي هو التكست. طبعا التكست احنا عارفين ايش هو، النص. النص بقدر انا اعمل كرييشن، وبقدر كمان اغير نوع الخط اللي فيه، وهذا الكلام كله في الاوبجكت وفي الايديت مود. في عندي كمان حاجه بنسميها جريس بنسل، هذا بقدر انا اشغله في كل المودز اللي موجوده، تمام؟ هنا بيحكي لي انه انا ممكن انا اكتب كتابة، يعني زي كأنه قلم وأنا بكتب فيه بشكل هيك حر على الشاشة، وعادة أنا بستخدمه للشرح، يعني أثناء الشرح ممكن أستخدمه. طبعا هو موجود على اليمين أو على يسار الشاشة، له أداة معينة، وإن شاء الله تعالى راح نتعرف عليها خلال المحاضرات الجاي. في عندي أرمتشر وكأنه عنصر كهيكل عظمي أو دعامة، يعني تمام، بيستخدمه عادة في التحريك. عادة احنا بنستخدمه للعناصر الجامدة اللي انا بدي ابدأ احرك فيها، فهذا وكأنه عظمة او كأنه دراع، مكنة، شغلة معينة بأحطها ما بتظهر، ما بظهرها في الرندر في الاخراج النهائي، لكن من خلالها انا بقدر احرك العناصر. هذه هي الارميتشر، الدعامة او الهيكل العظمي اللي انا ممكن اشتغل عليه. في عندي كمان حاجة مهمة جدا بنسميها اللاتس. اللاتس is active in object mode and edit mode، بس في المودز الاثنين هذول. هذه بتحتوي على وكأنه عبارة عن صندوق مقطع. الصندوق المقطع 3 dimensional، تمام؟ non renderable يعني ما بيطلع في الرندر، ما بيطلع في يعني بيكون مبين وانا بشتغل، لكن لما اصدر فيديو او صورة ما بيبين في الفيديو او الصورة في النهاية. طيب ليش انا بستخدمه؟ هذا بستخدمه على اساس انا هذا الاوبجكت مثلا عندي الكيوب بدي اعدل عليه كثير، تعديل كثير، يعني اعمل له اطعجه كثير، يعني تمام، اشوه في شكله كثير، فانا بضيف عليه اللاتس. اللاتس هذا صندوق خارجي، اللاتس هذا هو نفسه مقطع. ايش انا بعدل على اللاتس؟ بيعدل على الاوبجكت نفسه، بحرك في الاوبجكت، بضيف موديفاير او معدل عليه بيعدل على الاوبجكت نفسه. طبعا هذا ليش انا بستخدمه؟ يعني استخدام شائع له، حيكون برضه في عندنا تمرين ان شاء الله تعالى راح نستخدم فيه اللاتس كثير. لو عندي 10 اوبجكتس انا وبدي يعني احط او اعدل عليهم نفس التعديل، تمام، فانا ممكن كلهم احطهم داخل هذا اللاتس واعملهم مثلا سكيل، يعني يفتحوا من فوق، ازود فتحتهم، اقللها، اعمل منطقه ضيقه من مكان محدد. وحفرجيكم الان صوره بس كمثال، هذا ان شاء الله المثال راح نستعرضه لقدام شوي. في عندي هذا مثلا، عندي حاجه بسميها اللي هو برج القاهره. برج القاهره لو طلعت عليه انا من فوق، لاحظوا في عندي اوبجكتس كتير. هذه الاوبجكتس انا عملت عليها تعديل بسيط من فوق، انه خليتهم مش مستقيمين زي اللي تحت، بس هذه المنطقه انا رحت عملت عليها تاثير انه افردهم او افتحهم. هذه المنطقه لحالها رحت عملت عليها لاتس، ورحت عملت له سكيل من فوق عشان تفتح بس المنطقه اللي موجوده في الاعلى. فهذا احد استخدامات اللاتس اللي ان شاء الله تعالى راح نمر عليها. طيب العنصر اللي بعده بنسميه امبتي. امبتي معناها فارغ. هذا نوع من انواع الاوبجكتس كمان مره موجوده في البلندر. الفارغ شغله تنضاف في الاوبجكت مود بس، ما لها كوردينيتس، يعني ما لها محاور غير محور واحد، يعني نقطة واحدة هي، لا إلها فيسز ولا إلها إدجز ولا إلها أي حاجة، فقط النقطة اللي موجودة في المركز زي ما احنا شايفين هنا، إلها أشكال متعددة. هذه شغلة بنضيفها إضافة للجيومتري، بنضيفها إضافة للجسم أو للأجسام. ليش؟ طبعا ما إلها حجم، ما إلها وزن، ما إلها
أي خاصية، وهذه ممكن تطلع في الرندر إذا أنا بدي أطلعها في الرندر. طيب إيش استخدام الامتي؟ الامتي أنا بستخدمها مثلا أنا بدي أعمل حاجة اسمها ميرور، يعني عنصر وبدي أعكسه على الجهة الثانية أعمل منه تكرار، بأحط الامتي في النص بحيث هي تكون مركز التكرار، تمام؟ بخلص منها وبحذفها. بعنصر بدي أعمل عليه حركة، والعنصر هذا نفترض مكون من تفاصيله من 10 عناصر، بدي أعمل على 10 عناصر بدي أعمل نفس الحركة، فبدل ما أعمل الحركة 10 مرات بعملها على هذا الامتي وبربط العشرة في هذا الامتي، بعمل الحركة مرة واحدة، تمام؟ بجمع فيها وبعد ما أخلص منه ممكن أنا أحذف، بس أنا من خلاله بأسند خاصية لباقي العناصر. وبرضه هذا إن شاء الله تعالى راح يكون له استخدامات كتير، لكن نعرف إيش يعني امتي لما أحكي لكم نضيف امتي. إيش امتي؟ إشي لا إله وزن، لا إله حجم، لا إله فيس، لا إله فيرتكس، لا إله إتش ولا إشي، فقط بيتعرف من خلال نقطة المركز الخاصة فيه. في عندي كمان الإيمج. الإيمج اللي هي عبارة عن صورة أنا جبتها من برا، وعادة أنا بستخدمها كريفرنس. كريفرنس إيش يعني؟ مثلا أنا بدي أعمل نفترض موديل لشخصية إنسان، برسم الشخصية على ورقة وبدخلها على البرنامج عشان أشف عليها، أعيد رسمها وبعدين هذه الصورة بحذفها. هذه عادة بتكون أو هذا استخدام الإيمج. كمان في عندي اللايت، أنا من خلاله بأضوي المشهد، واللايت له عدد من الأنواع، وحيكون إن شاء الله تعالى له محاضرات مفصلة وفي إعدادات كتير جدا لللايت. في عندي كمان حاجة بنسميها الكاميرا، وفي عندي السبيكر. الكاميرا أو العنصرين هذولا بيتم إضافتهم فقط في الأوبجكت مود، وأيضا الإيمج فقط في الأوبجكت مود، واللايت فقط في الأوبجكت مود. طيب الكاميرا is an object that provides a means of rendering image from blender. يعني انا بدي اجي اعمل رندر او اطلع صوره من البلندر مشهد معين باخده من خلال الكاميرا، مش زي لما انتم صورتوا السكرين شوت المحاضره الماضيه، لا انا بدي اخذ لقطه بدي تبين فيها الاضاءه وتبين فيها الالوان، فهذا من خلال الكاميرا واعداداتها. وتقريبا الكاميرا مشابهه للفيزيكال كاميرا الموجوده في الواقع. السبيكر بيعطيني ساوند 3D في الـ 3D فيوبورت، بيضيف لي ساوند. يعني انا لو كنت بدي اعمل لعبه واللعبه هذه فيها اصوات بتطلع اثناء اللعب، ممكن هذه الاصوات اشغلها على سماعات تكون موجوده في المشهد اللي موجود عندي، وايضا زي ما حكينا بس بتنضاف في الاوبجكت. اخر عنصر او اخر شغله بدي احكي عنها بنسميها الفورس فيلد. فورس فيلد اللي هي شغلة فيزيكال، شغلة فيزيكس، يعني ريح هذا فورس قوة، تمام؟ له مجال تأثير. في عندي كمان مثلا المغناطيس قوة لها مجال تأثير. في عندي المحرك قوة بالمجال تأثير. في عندي يعني أنا بستخدمها هذه للتصادمات وللسيميوليشن بشكل كبير جدا، إنه أنا مثلا عندي قماش وأنا ضفت فورس فيلد ريح عليه، إيش كيف حيتصرف القماش؟ To add extra movement, force fields automatically affect everything. يعني أنا كل إشي في وجه الريح راح يتأثر بهذا الريح، كل إشي حوالين المغناطيس حيشرد من المغناطيس بالشكل هذا، كل إشي عند المحرك حينجذب لهذا المحرك. فهذا بنسميه force field اللي هي نطاق تأثير، نطاق له تأثير أو قوة تأثير في نطاق معين في البرنامج. وكل إشي من العشر objects اللي إحنا حكينا فيهم لهم استخدام. عندي ملاحظة بس عشان ما كتير ما نتشوشش من أثناء الـ يعني الـ الاستعراض للعشر عناصر اللي أنا حكيت فيهم. في عندي مصطلحين، في عندي حاجة اسمها مش، وفي عندي حاجة اسمها أوبجكت. المش اعتبرناه أول واحد فيهم، فهاي العناصر العشرة هو المش، تمام؟ هي هو الكيوب والسلندر والكون وإلى آخره. هذا مش is a service defined by vertices, edges and faces. أي حاجة بتتعرف face و edge و vertices هذا بنسميه مش، ما دون ذلك كله بنسميه object. Objects are more complex، في إلها خصائص، تمام؟ They can be meshes، ممكن تكون مش هذا object، ممكن تكون كاميرا إلها خصائص، light probes، ممكن يعني اي عنصر ثاني من اللي حكيناه الفورس فيلد، كل هذا عباره عن اوبجكتس.
بهيك تقريبا بنكون احنا يعني اعطينا صوره عامه عن كل العناصر الموجوده في برنامج البلندر، واللي منها ان شاء الله تعالى راح نبلش اي عمليه موديلنج بعد هيك في البرنامج ان شاء الله. المحاضره الجايه راح تكون زي ما حكينا عباره عن مثال، وراح نشرح الادوات اللي في هذا المثال، وحيكون هذا المثال تطبيق على البوكس موديلنج هو هذا.